بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، أرحب بكم مرة أخرى في قناة أصدقاء الرياضيات. في هذه الحصة سنتطرق إلى معادلات تؤول في حلها إلى معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. وقبل أن نبدأ الحصة، كنطلب منكم المشاركة في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد في القناة. وعلى بركة الله نبدأ الحصة. مثال رقم واحد لنحل في مجموعات الأعداد الحقيقية المعادلة التالية. x مربع ناقص 49 ناقص 3 ناقص x في x ناقص 7 تساوي 0. كتلاحظوا أن هذه المعادلة فيها x مربع، يعني ماشي معادلة من الدرجة الأولى، يعني معادلة من الدرجة الثانية. حنا شنو غادي نديرو؟ نحاولوا نحولوها إلى معادلة من الدرجة الأولى. إذن شنو كتلاحظوا؟ كاين هنايا x مربع ناقص 49، هنايا المجهول ناقص واحد العدد. دائما ملي كيكون عندكم واحد المجهول ناقص واحد العدد، أول تفكير فيه غنفكرو في المتطابقة الهامة الثالثة. شنو هي المتطابقة الهامة الثالثة؟ هي A مربع ناقص B مربع كتساوي شحال؟ A ناقص B في A زائد B. إذن غنحاولو نطبقو هاد المتطابقة الهامة في هاد المعادلة ديالنا. كتلاحظو x مربع ناقص 49، كتلاحظو بأن 49 مربع كامل. إذن 49 مربع كامل، يعني كتكتب 7 مربع. x مربع غنكتبوها ناقص 7 مربع ناقص 3 ناقص x في x ناقص 7 تساوي 0. إذن هنايا x مربع ناقص 7 هي عندها على الشكل ديال المتطابقة الهامة الثالثة. إذن غادي نعملوها، غتعطينا x ناقص 7 في x زائد 7 ناقص 3 ناقص x في x ناقص 7 تساوي 0. كتلاحظوا أن المعادلة ديالنا فيها جوج الحدود، الحد الأول والحد الثاني. كتلاحظوا بين الحد الأول والحد الثاني هناك واحد العامل مشترك اللي هو x ناقص 7. كاين x ناقص 7 في الحد الأول وكاين x ناقص 7 في الحد الثاني. إذن كنقولوا بأن x ناقص 7 هو عامل مشترك. إذن غناخذوا x ناقص 7 عامل مشترك، x ناقص 7. أنا غنستعمل المعقوفات حيت غناخذ x ناقص x زائد 7 بالأقواس ديالها. إذن غندير معقوفات، إلا خديت x ناقص 7 من هنا غتبقى شحال؟ x زائد 7، غنكتبها بالأقواس ديالها. ناقص إلا خديت x ناقص 7 من في الطرف الثاني في الحد الثاني كتبقى لينا شحال؟ 3 ناقص x. غنشد المعقوفة ديالي تساوي 0. إذن دابا اش غادي ندير؟ مرحلة أخرى، مرحلة ليماجيغ. المرحلة ليماجيغ هو نزول الأقواس داخل المعقوفات. إذن غادي ندير، إذن إلا زودت الأقواس داخل المعقوفات غنحولها إلى أقواس. x ناقص 7 قوس غنزول الأقواس هنايا x زائد 7. كتلاحظ في الأقواس في الحد الثاني داخل ديال الأقواس هذا 3 ناقص، كاين 3 ناقص 3 ناقص 3 ناقص x. هاد الأقواس مسبوقة بإشارة ناقص. إذا ملي كتكون الأقواس مسبوقة بإشارة ناقص، إلا زولنا الأقواس جميع الحدود اللي كاينة داخل الأقواس الإشارة ديالها خاصها تتغير. إلا غنزولو الأقواس دابا، إذا غنغيرو الإشارة ديال الحدود اللي كاينة جميع الأقواس. إذا غتعطينا ناقص 3 الإشارة ديال إكس غتغير، غتولي زائد إكس تساوي 0. إكس ناقص 7 دابا غنجمعو، إكس زائد إكس شحال؟ هي جوج إكس. زائد 7 ناقص 3 هي شحال؟ زائد 4 تساوي 0. إذن هنايا عندك جداء، عندنا الجداء x ناقص 7 في 2 x زائد 4 تساوي 0. إذن هنا شنو غنطبقوا؟ غنطبقوا القاعدة A في B كتساوي 0. شنو كتعني؟ تعني ماذا؟ أن A تساوي 0 أو B تساوي 0. إذن هذه هي اللي غنطبقوها دابا هنايا، A B، يعني x ناقص 7 تساوي 0 أو 2 x زائد 4 تساوي 0. إذن x تساوي غنديو 7 جوج الطرف الثاني، مع غنغيرو لها الإشارة كتعطينا 7 أو
جوج اكس تساوي ناقص 4. اذا 4 كاينه كانت في الطرف الاول، غنديوها الطرف الثاني غنغيروها الاشاره ديالها. اذا غتعطينا اكس تساوي 7 او اكس يساوي شحال؟ ناقص 4 على 2. غتعطينا اكس يساوي 7 او اكس يساوي ناقص 2. كتلاحظوا بان هذه المعادله هذه عندها جوج الحلول، اما اكس يساوي ناقص 2 او اكس يساوي 7. إذن هنايا إذن خلاصة إذن للمعادلة حلين هما ناقص 2 و 7. دابا غادي ندوزو ندرسو المثال رقم 2. مثال رقم 2 لنحل في مجموعة الأعداد الحقيقية المعادلة التالية: 25 إكس مربع ناقص 40 إكس زائد 16 زائد 5 إكس ناقص 4 الكل في إكس زائد 2 كتساوي 0. إذن كنلاحظو أن هذه معادلة من الدرجة الثانية، لأن هنا عندنا 25 إكس مربع يعني الدرجة الثانية، وهنا عندنا جدا عاملين من الدرجة الأولى، إلا نشرناهم غتعطينا الدرجة الثانية. إذن الكل هنا عندنا معادلة من الدرجة الثانية. باش غنحلو هذه المعادلة هذه كنلاحظو أن الحد الأول هنا فيه 25 إكس مربع ناقص 40 إكس حد من الدرجة الأولى زائد 16 عدد حقيقي. إذن دائما ملي كيكون عندنا النوع ديال التعبير فاش غنفكرو؟ كنفكرو في المتطابقات العامة، المتطابقة العامة الأولى والثانية. المتطابقة العامة الأولى اش كتقول؟ أ زائد بي الكل مربع تساوي أ مربع زائد جوج أبي زائد بي مربع. المتطابقة العامة الثانية أ ناقص بي الكل مربع تساوي أ مربع زائد جوج ناقص جوج أبي زائد بي مربع. هذه متطابقة العامة الثانية أ ناقص بي مربع كتساوي أ مربع ناقص جوج أبي زائد بي مربع. إذن هنايا سنعرفو شنو المتطابقة من هذه اللي نخدمو. لاحظوا الحد الاول ما كاين ناقص 40 اكس، اذا غادي نستعملوا المتطابقه العامه الثانيه باش نحلوا هذه المعادله هذه. اذا شنو غادي نديروا؟ تكافئ على التوالي. اذا كنلاحظ كتلاحظوا المتطابقه العامه عندها الحد الاول فيها المربع، اذا غنحاولوا نكتبوا الحد الاول هذا غنكتبوا على شكل مربع. إذا شنو كنلاحظو؟ عندنا 25 إكس مربع و 25 عدد مربع كامل، إذا نقدرو نكتبو هايدا 5 إكس الكل مربع ناقص 40 إكس نخليو هايدا. غندوزو الحد الثالث كنلاحظو بأن 16 مربع كامل كذلك، إذا نقدرو نكتبو على شكل 4 مربع زائد 5 إكس ناقص 4 الكل في إكس زائد 2 تساوي 0. إذن دابا اللي بقى لينا هو خصنا نشوفو هاد 40 إكس هاد 40 إكس واش كتكتب على شكل جوج أبي. إذن غنشوفو 40 إكس، 40 إكس كتساوي جوج ديالي في أ يساوي شحال؟ 5 إكس في بي كتساوي 4 تساوي جوج في 5 إكس شحال؟ 10 إكس في 4 هي 40 إكس. إذن بالضبط 40 إكس كتكتب على شكل جوج أ جوج أبي. إذن غادي نعوضوها هنايا، 5 إكس مربع ناقص جوج في 5 إكس في 4 زائد 4 مربع زائد 5 إكس ناقص 4 الكل في إكس زائد 2 تساوي 0. إذن هذا التعبير هذا باين عنده الشكل ديال المتطابقة العامة الثانية. إذن غنكتبوها، إذن هاد التعبير هذا كيساوي شحال؟ 5 إكس ناقص 4 الكل مربع زائد 5 إكس ناقص 4 الكل في إكس زائد 2 تساوي 0. كنلاحظوا أن المعادلة ديالنا فيها جوج الحدود، الحد الأول والحد الثاني،
وكنلاحظوا ان بين الحد الاول والحد الثاني كاين واحد العامل المشترك اللي هو 5 اكس ناقص 4 ناقص 4. اذا غنحاولوا غنعملوه ب 5 اكس ناقص 4. 5 اكس ناقص 4 غنعملوا بها لانها عامل مشترك. اذا انا غادي نحاول نزل الاعداد ديالي بالاقواس ديالها. اذا غادي نستعمل المعقوفات، الى هزيت من هنا 5 اكس ناقص 4 كتبقى 5 اكس ناقص 4، لان 5 اكس ناقص 4 هذه عندها المربع مزيان. زائد الى هزيت من هنا 5 اكس ناقص 4 شنو كيبقى؟ كتبقى اكس زائد 2. نشدو المعقوفات ديالنا تساوي زر. دابا اش غادي ندير في المرحله المقبله؟ غنزول الاقواس داخل المعقوفات. الى زولت الاقواس داخل المعقوفات، هاد المعقوفات غتحول الى اقواس. اذا 5 اكس ناقص 4 قوس، لاحظوا هاد الاقواس كلها مسبوقه باشاره زائد. الى زولنا الاقواس حتى حاجه ما كتغير. اذا 5 اكس ناقص 4 زائد اكس زائد 2 تساوي زر. هنا إذن دابا غادي نجمع هنايا، غنبسط هنايا 5 اكس ناقص 4، فاش 5 اكس زائد اكس هي 6 اكس، ناقص 4 زائد 2 هي ناقص 2 تساوي زيرو. إذن هنايا عندكم جودة عاملين، جودة عاملين كتساوي زيرو. إذن هنا باش نحلو هاد المعادلة اللي غنطبقو القاعدة أ في بي كتساوي زيرو، شنو كتعني؟ أ كتعني أن أ تساوي زيرو أو بي تساوي زيرو. هاش كتعني؟ إذن دابا هنا باش نحلو هاد المعادلة، باش نحلو هادي غنطبقو هاد القاعدة هادي الخاصية. إذن أ هو أ، أ هو بي. إذن 5 إكس ناقص 4 تساوي زيرو، أو 6 إكس ناقص 2 تساوي زيرو. إذن هنايا المجهول غنخليوها في الطرف الأول، والعدد المعلومة غنديوها للطرف الثاني مع تغيير الإشارة ديالها. إذن 5 إكس غنخليوها في الطرف الأول، 4 ناقص 4 غنديوها للطرف الثاني ونغيروا لها الإشارة كتساوي غتولي 4. أو نفس الطريقة عاود، المجهول غنخليوها في الطرف الأول هي هو 6 إكس، وناقص 2 نديوها للطرف الثاني غنغيروا لها الإشارة غتولي زائد 2. إذن إكس يساوي شحال؟ 4 على 5. أو إكس يساوي 2 على 6. إكس يساوي شحال؟ 4 على 5. أو إكس يساوي، لأن 2 على 6 عدد غير مختزل غنختزلوه، كتساوي شحال؟ 1 على 3. كنلاحظوا بأن هذه المعادلة هذه عندها 2 الحلول. إذا المعادلة ديالنا من الدرجة الثانية. إذا قبل إذا الخلاصة، إذا للمعادلة حلين هما 1 على 3 و 4 على 5. ونكتفي بهذا القدر، ونشكركم على المتابعة، وإلى الحصة القادمة إن شاء الله. واللي عنده شي أسئلة ولا شي مشكل في شي حاجة يخليها في التعليق ديالو، وأنا على استعداد باش نجاوب على الأسئلة ديالو. وشكرا لكم.